أسعد الله مساءكم، معكم مدرسة علوم أسيمة إسماعيل. بنرحب بطالباتنا، طالبات ثانوية الشاعر نزار قباني، أهلا وسهلا. اليوم درسنا آلية عمل الهرمونات، لنتابع عمل الغدد الصم. ما تعريف الغدد الصم؟ تعريف الغدد الصم قلنا في درس سابق أنها الغدد التي تقوم بإفراز الهرمونات في الدم. أحسنتي، في الدم مباشرة. لنشاهد الآن الغدد الصم التي درسناها سابقا. الغدة الصماء، أولا غدة توجد في أسفل الدماغ، تدعى، تفضلي، الغدة النخامية. الغدة النخامية، وغدة توجد في العنق، تدعى الغدة، الغدة الدرقية. أحسنتي، الغدة الدرقية. غدة توجد أعلى الكليتين، تدعى، تفضلي، غدة الكظر. أحسنتي، غدة الكظر. يوجد أيضا من الغدد الصم الجزر لانجرهانس في المعتكلة. أين توجد المعتكلة أو البنكرياس؟ أين توجد؟ خلف أسفل المعدة. ممتازة، خلف أسفل المعدة. إذا درسنا في دروس سابقة أنواع الغدد الصم وأنواع الهرمونات. لنتعرف الآن على آلية عمل الهرمونات. لنتعرف على آلية عمل الهرمونات. قلنا في درس سابق أن الحاثات أو الهرمونات تقسم حسب الطبيعة الكيميائية إلى ثلاث أنواع. ما هي أنواع الهرمونات؟ بروتينية واستيرويدية ونووية. بروتينية أو أمينية. واستيرويدية وأمينية. بروتينية أي من طبيعة؟ بروتينية. استيرويدية من طبيعة؟ دسم. دسم، أحسنتي. وأمينية من طبيعة؟ حموض. حموض أمينية. أحسنتي، حموض أمينية. أنواع المستقبلات، عندما نقول عن الهرمونات، أين تؤثر الهرمونات؟ مفرزات الغدد تؤثر في الخلايا، فتأثير دائما يكون تأثير الهرمونات على الخلايا. نسمي الخلايا المتأثرة ماذا نسميها؟ تفضلي، خلايا الهدف. ممتاز، نسمي الخلايا المتأثرة بالخلايا الهدف. احتمال أن يكون مستقبل الحاثة أو الهرمون على الغشاء الهيولي، واحتمال أن يكون مستقبلها في الهيولة، واحتمال أن يكون مستقبلها في النواة. إذن كم احتمال لتوضع مستقبلات الحاثات أو الهرمونات؟ تفضلي، مستقبلات غشائية. مستقبلات غشائية، أين يكون مقرها؟ غشاء الهيولة، على الغشاء الهيولي، أو أن تكون مستقبلة في الهيولة، في الهيولة، أو في النواة، أو في النواة. إذن أنواع المستقبلات التي تستقبل الهرمونات، قد تكون مستقبلات غشائية أي توجد في الغشاء. على الغشاء. قد تكون مستقبلات هيولية موجودة في الهيولة، وقد تكون مستقبلات نووية أي توجد أين توجد؟ توجد في النواة. الآن لماذا نقول عن الهرمونات أن تأثيرها نوعي؟ ماذا يعني أن الهرمونات تأثيرها نوعي؟ تفضلي. لكل هرمون خلية محددة لها مستقبل بروتيني محدد. لكل خلية أو لكل هرمون له خلية محددة تستقبله. إذا قلنا مثلا الخلايا الحاثة، مثلا الحاثة هرمون النمو، أين يكون مستقبلها؟ تفضلي، على غضاريف النمو. في خلايا غضاريف النمو، ممتازة، لأنها تؤثر عليها وتنشطها للانقسام وإعطاء خلايا جديدة. إذا قلنا هرمون الجلوكاكون، أين خلاياه الهدف؟ أين توجد الخلايا الهدف لهرمون الجلوكاكون؟ تفضلي. في البنكرياس. في الكبد. في خلايا الكبد. في خلايا الكبد، لأنه يقوم بتفكيك مادة. مادة الأنسولين. تفكيك مادة. سكر العنب. الجليكوجين إلى سكر عنب. تفكيك مادة الجليكوجين إلى سكر عنب. سنعيد. بالنسبة للجلوكاكون هو هرمون أو حاثة يفرزها الغدة، غدة البنكرياس من جزر لانجرهانس، تقوم بتفكيك الجليكوجين إلى سكر عنب. أين يوجد الجليكوجين؟ أين يختزن؟ في الكبد. أين يختزن الجليكوجين؟ في الكبد. الآن لنشاهد هذا الفيديو الذي يوضح آلية عمل الهرمونات أو الحاثات البروتينية. يوضح آلية عمل الحاثات البروتينية. الحاثة البروتينية يكون مستقبلها، أين يوجد المستقبل؟ يوجد على الغشاء الهيولي. هذا الشكل يوضح الغشاء الهيولي للخلية الهدف، وهذا الحاثة البروتينية. عندما يرتبط الحاثة البروتينية مع مستقبلها يتشكل معقد، فينشط مركب يدعى مركب بروتين جي. إذا يرتبط المستقبل مع الحاثة فينشط مركب يدعى مركب بروتين جي. لنشاهد هذا المركب
الذي سينشط مركب آخر يدعى مركب أدينيل سيكلاز. أين يوجد أدينيل سيكلاز؟ أدينيل سيكلاز يوجد أحسنتي في الغشاء على السطح الداخلي من غشاء الخلية، قلنا أنها خلية هدف. لنلاحظ الآن البروتين، بروتين جي ارتبط مع مركب أدينيل سيكلاز فينشط مركب أو أنزيم أدينيل سيكلاز. ما وظيفة أدينيل سيكلاز؟ لنشاهد الآن، يقوم بتحويل مركب الـ ATP إلى AMPC. يقوم بتحويل مركب الـ ATP إلى مركب AMPC. لنشاهد ماذا يفعل هذا المركب. يرتبط مع أنزيم يدعى أنزيم كيناز الذي يتنشط. لنلاحظ هنا ارتبط مع أنزيم آخر يدعى أنزيم الكيناز الذي يتنشط ويقوم بتنشيط نوع آخر من الأنزيمات، فسفرت أنزيمات تقوم بإحداث الأثر الحافي، أو قلنا أنه الأثر الهرموني المطلوب. الآن يتابع العمل، إذن يتم عملية الأثر، إحداث الأثر الحافي المطلوب. واضح؟ إذن من اشترك في آلية عمل الحافة البروتينية ذات الطبيعة البروتينية؟ تفضلي. بروتين جي. بروتين جي، أحسنتي. أيضاً أنظيم أدينيل سيكلاز. أنظيم أدينيل سيكلاز وأنظيم كيناز. قبل تحويل الأتب إلى MBC. تحويل الأتب إلى AMPC. لنلاحظ الآن آلية عمل الهرمونات. طبعاً الهرمونات ذات مستقبلات الغشائية. عندما وصل الهرمون إلى المستقبل، أين يوجد المستقبل؟ قلنا في الغشاء. فيتشكل معقد، يقوم بتنشيط مركب يدعى بروتين جي. بروتين جي. بروتين جي يقوم بتنشيط مركب يدعى أدينيل سيكلاز. ما وظيفة أدينيل سيكلاز من الشكل؟ تفضلي. تحويل ATP إلى AMPC. ممتازة، تحويل ATP إلى AMPC. الآن بالنسبة لمركب AMPC ما وظيفته؟ تفضلي. ينشط أنزيم كيناز. ينشط أنزيم كيناز. الآن أنزيم كيناز المنشط يقوم بعملية، تفضلي. تنشيط أنزيمات الفسفرائمة. تنشيط أنزيمات أخرى، أو فسفرة أنزيمات أخرى. هذه الأنزيمات تقوم بدور تنشيط أنزيمات محددة في الخلية أو تثبيت أنزيمات. سواء نشطت أنزيمات أو ثبتت أنزيمات، فهو يكون الأثر الهرموني المطلوب. ممتازة، الأثر الهرموني المطلوب. لنشاهد الآن مراحل أيضا لعمل الهرمونات أو عمل هرمون للخلايا الهدف. كيف يصل الهرمون للخلية الهدف؟ عن طريق، تفضلي. كيف يصل الهرمون إلى الخلية الهدف؟ ما الذي ينقل الهرمون؟ الهرمونات تعريفها هي مواد كيميائية الدم. تنتقل، أحسنتي، تنتقل عبر الدم. كيف يصل الهرمون للخلايا الهدف؟ سؤال، كيف يصل الهرمون إلى خلايا الدم؟ إلى خلايا الهدف عن طريق؟ عن طريق الدم. عن طريق الدم. وقلنا أيضا عن طريق اللم. ممتازة. جزء من الدم. أحسنتي، ينتقل إما عن طريق الدم أو عن طريق اللم. ماذا ينتج عن كل مما يلي؟ لنجيب عن هذه الأسئلة. ارتباط الهرمون بالمستقبل البروتيني. تفضلي. يشكل معقد هرمون مستقبل. تشكل معقد هرمون مستقبل فيتنشط بروتين جي. أحسنتي، بروتين جي. ماذا ينتج عن تنشيط بروتين جي؟ تفضلي. تنشيط الأدينيل سيكلاز. تنشيط أنزيم أدينيل سيكلاز. عندما يتنشط أنزيم أدينيل سيكلاز ماذا يحدث؟ يحول ATP إلى AMPC. الآن AMPC ماذا ما دوره؟ ينشط أنزيم الكيناز. ينشط أنزيم الكيناز. إذا من هو الرسول الأول؟ الرسول الأول الذي حمل الرسالة الأولى من هو؟ تفضلي. ارتباط الهرمون بالمستقبل. الهرمون الذي لم يدخل إلى الخلية، من هو الرسول الثاني؟ الرسول الثاني، تفضلي. تنشيط الأدينيل سيكلاز. الرسول الثاني هو مركب AMPC، هو الذي نشط الأنزيمات أنزيم أدينيل سيكلاز. إذا الذي حمل التعليم المعلومات بداية هو الهرمون، والذي نقل المعلومات داخل الخلية هو AMPC. من هو الرسول الأول؟ الهرمون. الهرمون. من الرسول الثاني؟ صلة الربط بينهما. تفضلي. بروتين جي. أحسنتي، بروتين جي. إذا رتبي رسول ثاني، رسول أول، بروتين جي. بدايتان الرسول الأول. أحسنتي، بروتين جي. بروتين جي الرسول الثاني. ممتازة، بروتين الرسول الثاني. الآن ماذا يحدث عندما يتحول الـ ATP إلى AMPC؟
تفضلي. منشط انزيم كيناز. منشط انزيم كيناز. من تعيد لي آلية عمل الحاثة التي تكون مستقبلها في الغشاء؟ تفضلي جوانا. يرتبط الهرمون بالمستقبل البروتيني، فيشكل معقد توافق، يشكل معقد هرمون مستقبل، يفعل البروتين جي، ينشط البروتين جي أدينين سيكلاز. أحسنتي. أدينين سيكلاز المنشط يقوم ب يقوم بتحويل الـ ATP إلى AMPC. الـ AMPC ينظم ينشط إنزيمات مفسفرة. ينشط إنزيم كيناز. أحسنتي. ينشط إنزيم كيناز يقوم بتنشيط هرمون إنزيمات تحدث الأثر الأثر الحاثي أو الهرمون المطلوب. الآن سندرس آلية عمل الحاثات الستيرويدية. أيضاً لنتابع هذا الفيديو. هنا نشاهد الخلية، غشاء الخلية والحاثة الستيرويدية يمكن أن تعبر الغشاء الهيولي للخلية الهدف. ما الذي يساعدها على أن تعبر الغشاء الهيولي للخلية الهدف؟ طبيعتها الستيرويدية. طبيعتها الستيرويدية يعني تشبه طبيعة الجسم. تشبه طبيعة الدسم وهي من طبيعة دسمة الخلية الدسم. أحسنتي. لنشاهد الحاثة ستيرويدية مستقبلة تشكل معقد، دخل إلى النواة حيث يوجد الجينات الـ DNA، فعل الجينات، تقوم الجينات بنسخ RNA مرسال، يترجم RNA مرسال إلى بروتين. إلى بروتين. البروتين هو الذي يشكل البروتين تركيبه الأنزيم. الآن بالنسبة لآلية تأثير الهرمونات ذات المستقبلات داخل الخلية، لنتابع هذا المخطط. الحاثة الستيرويدية تدخل الحاثة الستيرويدية بسهولة إلى داخل الخلية. ما الذي يساعدها على الدخول؟ تفضل جوانا. طبيعتها الكيميائية. طبيعتها الكيميائية هي من طبيعة كيميائية دسمة والغشاء الهيولي ممتازة من طبيعة كيميائية دسمة. تدخل ترتبط مع مستقبلها. عندما ترتبط مع المستقبل تشكل معقد. ماذا يسمى المعقد؟ تفضلي. هرمون مستقبل. نعم، معقد هرمون مستقبل. يدخلان معا المعقد إلى داخل النواة حيث يوجد. ماذا يوجد في النواة؟ ماذا يوجد؟ الDNA. الDNA. الDNA يرتبط فيفعل الجينات أو المورثات. عندما تفعل المورثة تقوم بنسخ RNA مرسال. RNA مرسال، ما وظيفة RNA مرسال؟ ما وظيفته؟ درستيه في العام الماضي؟ تركيب البروتينات ولا نسخ التعليمات الوراثية؟ ينقل التعليمات الوراثية من النواة إلى الهيولة. أحسنتي. ينقل التعليمات الوراثية من النواة إلى الهيولة. فعندما ينتقل مركب RNA مرسال بتعليماته الوراثية إلى الهيولة يتم تركيب بروتين. هذا البروتين قد يكون بنائي، قد يكون أنزيمي. ما الطبيعة الكيميائية للأنزيمات؟ طبيعة الكيميائية بروتين. أحسنتي. الطبيعة الكيميائية للأنزيمات هي بروتيني. فيقوم هذا البروتين بتنشيط أو تثبيت وظيفة معينة في الخلية فيحدث تأثير الهرموني المطلوب. تأثير الهرموني المطلوب. تم. الآن لنرتب هذه المراحل. رتبي مراحل عمل الهرمونات الستيرويدية. اقرأيها ورتبيها. تفضلي جوانا. أول شيء عبور الهرمون الستيرويدي للغشاء الهيولي. ممتاز. عبور الهرمون الستيرويدي للغشاء الهيولي. المرحلة التي تلي يرتبط الهرمون ليشكل معقد هرمون مستقبل الذي ينتقل إلى النواة. ممتازة. أكملي جسيم. تركيب يرتبط المعقد هرمون مستقبل في مكان محدد في الـ DNA. أحسنتي. تابعي تفعيل مورثة. تفعيل مورثة. تابعي روان. تركيب بروتينات بنائية وأنزيمية. تركيب بروتينات بنائية أنزيمية. في النهاية تأثير الهرموني المطلوب. أحسنتي. يحدث التأثير الهرموني المطلوب. ممتازة. إذن هي آلية عمل الحاثات ذات الطبيعة الستيرويدية. أعطي مثال على حاثات ذات طبيعة ستيرويدية درستيها. الحاثات الجنسية. ممتازة. الحاثات الجنسية أيضا. كورتيزول. كورتيزول ممتازة ذات طبيعة ستيرويدية. إذا جاء سؤال أين توجد مستقبل حاثة الكورتيزول؟ مستقبل أين يوجد؟ تفضلي. في الهيولة. ممتاز. لأن طبيعتها ستيرويدية. ممتازة. الآن لنشاهد آلية تأثير هرمون التيروكسين والتيرونين. ما الغدة التي تقوم بإفراز تيرونين تيروكسين؟
تي 3 تي 4 ما الغدة؟ تفضلي. الدرقية. الغدة الدرقية ممتاز. أين توجد الغدة الدرقية؟ أين توجد الغدة الدرقية؟ محاطة في حول الرغامة. أحسنت، حول الرغامة والحنجرة في العنق، حول الرغامة والحنجرة في العنق. تفرز حاثتين، سمي حاثات الغدة الدرقية، تفرز حاثة تيرونين وتيروكسين. ما وظيفتهم تيرونين وتيروكسين؟ ما وظيفتهم؟ زيادة أتبه. زيادة تنشيط فعاليات الاستقلابية. ممتاز. زيادة النشاط الاستقلابي أو تنشيط الفعاليات الاستقلابية في خلايا الجسم. لنشاهد آلية عملها. يدخل التيرونين أو التيروكسين ذات طبيعة، طبيعته الكيميائية تفضلي أمينية. ممتاز. إذا حجمها صغير تدخل بنا الغشاء الهيولي إلى الهيولة، ومن الهيولة تنتقل إلى النواة. لنشاهد أين يوجد مستقبلة. يوجد مستقبل داخل النواة، ويوجد مستقبل آخر هنا هذا الشكل. ما هو هذا الشكل؟ تفضل دوام. جسيمات كوندري. جسيمات كوندرية ممتازة. كيف عرفتي أنه جسيم كوندري؟ لاحظي إلى الغشاء الداخلي يبدي انثناءات نحو الداخل تدعى الأعراف، درستيها. إذن هذا الجسيم الكوندري. يوجد مستقبلين لهرمون التيروكسين، وين موجودين؟ تفضلي. إما في النواة وإما في الجسيم الكوندري. إذا ارتبط بالجسيمات الكوندرية ماذا يسبب ارتباط الهرمون بجسيمات الكوندرية؟ جوانا. على زيادة إنتاج ATP. لأن وظيفة الجسيمات الكوندرية إنتاج ATP. ممتازة، إنتاج الATP. أما بالنسبة للمستقبل الذي ارتبط، الهرمون الذي ارتبط مع المستقبل داخل النواة، إلى أين يذهب؟ إلى أين؟ تفضلي. إلى الدائن آلي تفعيل مورثة. آلي تفعيل مورثة. عندما تفعل المورثة يتم نسخ تنسيق RNA. تنسيق RNA. نسخ RNA مرسال. يذهب RNA مرسال إلى الهيولة ليترجم أو يتم بناء البروتينات أو بناء الأنزيمات. وبالتالي ما نوع الأنزيمات التي يتم تشكيلها؟ ما نوع الانزيمات؟ تفضلي. انزيمية، بروتينات انزيمية. هي بروتينات، هي انزيمات، ولكن نوع، اي نوع من الانزيمات؟ تفضلي. انزيمات تفاعلات استقلابية. ممتازة. انزيمات استقلابية، او نقول انزيمات تنشط او تزيد النشاط الاستقلابي. لان وظيفة التيرونين والتيروكسين زيادة النشاط الاستقلابي. احسنتي. لنعيد. بالنسبة لحاثة التيرونين تدخل الى الخلية، يوجد لها مستقبلين، مستقبل في الجسيمات الكوندرية ومستقبل في النواة. مستقبل الجسيمات الكوندرية ماذا يفعل؟ يعمل على زيادة إنتاج ATP. أحسنتي. أما مستقبل في النواة يشكل معقد، يفعل مورثة، المورثة تنسخ RNA مرسال، يترجم RNA مرسال إلى أنزيم تفاعلات. أحسنتي، أنزيمات تفاعلات الاستقلابية. الآن لنرتب هذه المراحل. رتبي مراحل عمل هرمون تيرونين وتيروكسين، رأيها ثم رتبيها. جسدي تفضلي. بداية عبور هرمون التي 3 للغشاء الهيولي. تيرونين أو تي 3. تيروكسين تي 4. أعيدي. عبور هرمون تي 3 الغشاء الهيولي. المرحلة التي تلي يرتبط معقد هرمون مستقبل مع دي ان او. أحسنتي. يرتبط معقد هرمون مستقبل مع الدي ان او. تابعي جوانا. بعد ما تفعيل مورثة. أحسنتي، تفعيل مورثة. أيضا تنشيط نسخ وتركيب RNA مرسال. أحسنتي. وبعدها يتم تركيب بروتينات معظمها إنزيمية، وبعدها زيادة النشاط الاستقلابي. أحسنتي، زيادة النشاط الاستقلابي. روان أعيديها. عبور هرمون تي 3 للغشاء الهيولي. عبور هرمون تي 3 للغشاء الهيولي. ينتقل جزء من الهرمون تي 3 الى النواة. ينتقل جزء من الهرمون تي 3 الى النواة ليرتبط مع مستقبل فيها، ثم يرتبط معقد هرمون مستقبل مع دي ان ا. احسنتي. تنشيط نسخ وتركيب ار ان ا مرسال، ثم تفعيل مورثة، تفعيل مورثة، وتركيب بروتينات معظمها تركيب بروتينات، وفي النهاية زيادة النشاط الاستقلابي. احسنتي، زيادة النشاط الاستقلابي. اذا نقول أن المستقبلات ثلاث أنواع، إما أن تكون مستقبلات غشائية، أو أن تكون مستقبلات هيولية، أو مستقبلات نووية. ما الهدف كان من الحاثة أو الهرمون؟ ما الهدف؟ إما تنشيط أنزيمات أو تشكيل أنزيمات. أحسنتي. إما تنشيط أنزيمات موجودة أصلا في الخلية لتنشط أو تثبت أنزيمات أخرى، أو تشكيل أنزيمات. ما هي الحاثات التي أدت إلى تشكيل أنزيمات في الخلية، بناء أنزيمات جديدة؟
تفضلي. حاسات بروتينية. الحاسات البروتينية فعلت أو نشطت إنزيمات موجودة أصلاً في الخلية. ما هي الحاسات التي أدت إلى تشكيل إنزيمات جديدة؟ التيروكسين. التيروكسين والتيرونين والحاسات ستيرويدية. ما هي الهرمونات التي الحاسات البروتينية أدت إلى تنشيط الإنزيمات موجودة أصلاً بالخلية؟ لنعيد، هناك ثلاث أنواع من المستقبلات، إما أن تكون مستقبلات غشائية، مستقبلات نووية أو مستقبلات ميولية. أي نوع من الهرمونات من الحاسات أو الهرمونات أدت إلى تشكيل إنزيمات جديدة؟ أي نوع جوانا؟ ستيرويدية وتي 3 وتي 4. ممتازة، أحسنتي. أي نوع كانت نشطت إنزيمات موجودة أصلاً في الخلية؟ بروتينية. ممتاز، البروتينية. الآن لنشاهد، بقي لدينا أن ندرس هناك الأسيتيل كولين والنور أدرينالين. ماذا قلنا عنها سابقا عندما درسنا بحث العصبية؟ ماذا قلنا عن أسيتيل كولين والنور أدرينالين؟ أنها نواقل عصبية. أحسنتي، نواقل عصبية كيميائية. عندما تصل إلى المشبك ماذا تفعل بالقنوات؟ إما أن تفتح القنوات الشاردية. أحسنتي، أو تغلقها. لنشاهد هذا الشكل. هنا ناقل عصبي كيميائي أدى إلى فتح أو غلق قنوات شاردية، قد تكون للصوديوم، قد تكون للبوتاسيوم أو كالسيوم. إذن الشوارد التي تفتح وتغلق صوديوم، كالسيوم أو بوتاسيوم. فتح أو إغلاق القنوات يؤدي إلى حدوث تغير حركة الشوارد، يعني أثر الهرموني أو الأثر الهرموني. إذن آلية عملها تختلف عن آلية عمل الحاثات أو الهرمونات السابقة. هنا ما الذي أدى إلى تشكيل الأثر الحاثي؟ فتح أو إغلاق قنوات الشاردية. اقرأي جسي، اقرأي. مستقبلات هرمونية مرتبطة بالقنوات الشاردية مثل الأسيتيل كولين والنور أدرينالين. والنور أدرينالين. الأسيتيل كولين والنور أدرينالين كيف يحدث الأثر الحاثي؟ تفضلي. من خلال فتح أو إغلاق القنوات الشاردية. ممتاز، من خلال فتح أو غلق القنوات الشاردية. الآن نقوم بهذا الاختبار. اختاري الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. أحد هذه الهرمونات يدخل اليود في تركيبة. تفضلي. أحد. تيروكسين. التيروكسين. وهرمون آخر. تيروكسين و. ليس موجود هنا. تيرونين. أحسنتي. إذن جميع حاسات الغدة الدرقية أو حاسات الغدة الدرقية تيرونين وتيروكسين يدخل في تركيبة. اليود. لذلك اليود مهم للجسم. كيف نحصل على اليود من خلال الغذاء؟ أي غذاء يحتوي على اليود؟ على الملح مثل السمك. أحسنتي، ممتاز. والأسماك، كل المأكولات البحرية تحوي عن نسبة عالية من اليود، وملح الطعام يحتوي على اليود. يحتوي على اليود. الآن الترتيب المناسب لتسلسل عمل الهرمون. روان. رسول أول، بروتين جي، ورسول ثاني. أحسنتي، رسول أول، بروتين جي، رسول ثاني. من هو رسول الأول؟ تفضلي. الهرمون. من هو الرسول الثاني؟ جوانا. ممتازة، RMBC. الآن حددي بدقة موقع مستقبل كل من الهرمونات الآتية. تيرونين، أين يوجد مستقبله جسي؟ في النواة. تيرونين في النواة لأنه من طبيعة أمينية. ممتازة، من طبيعة أمينية. لو قلت لك أن مستقبله أيضا يوجد في جسيمات الكوندرية، صحيح؟ إذن في النواة وفي الجسيمات الكوندرية. لماذا يرتبط مع الجسيمات الكوندرية؟ لتفعيل الأتب. ممتاز، لتنشيط أو زيادة إنتاج الأتب. جوانا، الألدوسترون. هي أولى لأنه ذات طبيعة ستيرويدية. ممتاز، لأنه من طبيعة ستيرويدية مستقبله في الهيولة. روان، هرمون النمو. في الغشاء. في الغشاء الهيولي للخلية. الهدف كيف عرفتي؟ لأنه من الهرمونات البروتينية. من أين النخامية. ممتاز، من النخامة الأمامية. برولاكتين. برولاكتين جسي. أيضا في غشاء الخلية. كيف عرفتي؟ لأنه من طبيعة بروتينية. مستقبله؟ مستقبله الغشاء الهيولي للخلية الهدف. الآن تفسير العلمي. تتميز الهرمونات بتأثيرات خلوية نوعية. لأنها لا تؤثر إلا بالخلية الهدف التي لا تؤثر إلا بالخلية الهدف التي تحوي على التي تمتلك هرمون تحوي تمتلك مستقبلات نوعية بروتينية. ممتاز، تحوي مستقبلات نوعية بروتينية. أعيد الإجابة جوانا. لأن هاي الهرمونات توجه للخلية الهدف التي تمتلك مستقبل نوعي. لأنها أعيدي الإجابة. لأن الهرمونات توجه للخلية الهدف التي تمتلك مستقبل نوعي. ممتازة، التي تمتلك مستقبل نوعي أو مستقبل بروتيني نوعي.
الإجابة التي تلي: تجتاز الهرمونات الستيرويدية الغشاء الهيولي الخلية الهدف مرئك جسدي؟ لأنها طبيعتها الكيميائية تسمح لها بذلك. ممتازة، طبيعتها الكيميائية تسمح لها بذلك، هي من طبيعة دسمة والغشاء من طبيعة جسم. أحسنتي. اذكري وظيفة واحدة لكل مما يلي: البروتين جي. البروتين جي جسدي شو رأيك؟ هو يفعل أنزيم سيكلاز. أنزيميل سيكلاز، ممتاز، تفعيل. أحسنتي، تفعيل أنزيم أدينيل سيكلاز. أعيد الإجابة روان، ما وظيفة البروتين جي؟ تفعيل أنزيم أدينيل سيكلاز. تفعيل أنزيم أدينيل سيكلاز. ما وظيفة AMPC جوانا؟ تنشيط أنزيم كيناز. تنشيط أنزيم كيناز. أحسنتي، الأنزيم كيناز الذي يقوم بتنشيط البروتينات أو أنزيمات موجودة في الخلية. أحسنتم، نتابع في الدرس القادم إن شاء الله آلية السيطرة على عمل الغدد الصم. شكرا.